إن صمود الجبهة الداخلية هو ما يتيح للجيش القتال وتحقيق الإنجازات وضرب العدو، وهذا الصمود يستمر منذ عام ويتم بصورة مذهلة جدا. نحن نعمق هجماتنا في لبنان، واستمرار نشاطنا مستمر وستستمر حتى إنجاز أهدافنا في إعادة سكان الشمال بأمن إلى منازلهم. هذا النجاح مرتبط أيضا بالطريقة التي تدار فيها الجبهة الداخلية، ولذا فإننا نجتمع اليوم ونركز نشاطنا. هناك أيام سيضطر الجمهور فيها إلى إظهار برودة أعصابه والتزامه وانضباطه التام وانصياعه لتوجيهات القيادة الجبهة الداخلية. الفرق بين النجاح في الأمر والفشل فيه هو أن المواطنين يدخلون إلى الملاجئ والمواضع الأخرى وفقا لتوجيهات التي ترسل إليهم.